مساء خد آدم يارا وراحوا ناحية العيلة. كانوا مولعين إضاءة بسيطة وحطوا شوية مخدات على الأرض. الكبار كانوا في ناحية والشباب في ناحية والبنات في ناحية. قال لهم مراد: إيه رأيكم نلعب لعبة جراءة وصراحة؟ الكل اتذمر لكن رأي الأغلبية قرروا يلعبوا. لف مراد الزجاجة، جات على حازم يسأل طارق. طارق لحازم: نفسك تعمل إيه دلوقتي؟ حازم وكان باصص لمريم: نفسي أتجوز. لف حازم الإزازة، جات على طارق علشان تسأله مرام: مش ناوي تخطب؟ والله إن هي موجودة بس مستني الوقت المناسب. لف طارق الزجاجة وقعت على مريم علشان يسألها أحمد: بتحبي حازم؟ قال له حازم: أيوة بقى حبيبي يا أبو حميد. مين قال إن عايزة الصراحة؟ أنا عايزة جراءة. قال لها أحمد: سهلة قوي، قولي لحازم بحبك. قال له حازم: طب والله أنت حبيبي. مريم اتكسفت جدا وما ردتش. قال له حازم: خلاص خلاص يا أحمد. لفت مريم الإزازة، جت على يارا علشان تسألها سيرين: إيه أكتر حاجة تبعدك عن آدم؟ هو أنا هقول علشان الأعادي تشمت وتنفذ؟ لا طبعا مش هجاوب، وبعدين لو إيه حصل أنا عمري ما هبعد عن جوزي ولا في حاجة هتبعده عني. لفت يارا الإزازة، جت على جاسر علشان تسأله مريم: مش ناوي تفرح قلبي وتتجوز؟ طب والله انت بنت حلال، انا كنت لسه هكلمك في الموضوع ده النهارده، انا يا ستي نويت اخطب. انتبهت مريم وندى، وقلب ندى كان بيدق بعنف: انا عارفه ان اللعبه سؤال واحد بس انا عايز اعرف مين. وانا هقولك يا ستي، انا خلاص هخطب روان. بجد يا جاسر؟ رغم اني ما بحبهاش بس عارفه انك بتحبها، ربنا يوفقكم. يارا كانت بتبص لندى وكانت بتراقبها، شافت ملامحها قد ايه حزينه وموجوعه. يارا كانت حاسه بالحزن علشان ندى بتحبه. بركور الشباب واستغلت ندى انه محدش منتبه ليها، وقامت يارا وراها. دخلت ندى الشاليه ويارا معاها: ندى انت كويسه؟ هيخطب يا يارا، هيتجوز. انا فرحانه علشانه بس زعلانه علشاني. انا بحبه يا يارا، والله بحبه، كنت بدعي ربنا دايما يجمعني بيه يجعله نصيبي. انا مش هنكر ان انا كنت معجبة بيه الاول كمنصب وشكل، بس دلوقتي بحبه يا يارا لان جاسر اول واحد اشوفه قلبي يدق، بس خلاص ما عادش هيبقى ليا. فضلت تعيط يارا وندى. نامت ندى ومسحت على شعرها يارا وهي بتدعي ان ربنا يريح قلبها. بره لاحظ جاسر ندى وهي قايمة ويارا وراها، لكن هو تجاهل الأمر، هو أخيرا هيخطب الفتاة اللي حبها من 4 سنين. هي كانت بترفض الخطوبة علشان تستعد وتبني كيانها وتستقل بنفسها عن أهلها، وهو احترم ده وبعد عنها. الليلة كانت جيدة على البعض وسيئة على البعض الآخر. في اليوم التالي حوالي الساعة 6 خرجت ندى وقعدت على الرملة بتبص للبحر بشرود. جاسر كان واقف على الشباك شافها وخد الاسكتش ونزل: صباح الخير، ايه اللي مصحيكي بدري؟ ابدا بحب اشوف الشروق وانا كمان بحبه. اتفضلي، نسيتي امبارح. ايه اللي انت رسمه ده؟ حبيبك؟ دي حاجه تخصني وبعد اذنك سيبني لوحدي. اتعجب جاسر من اسلوبها ولهجتها الحاده، واضح انك مش ناوي تقوم، على العموم هقوم انا. اتعجب جاسر من طريقتها، تليفونه كان بيرن وكانت روان. السلام عليكم. وعليكم السلام، صباح الخير. صباح العسل، ايه اللي مصحيكي بدري؟ عندنا مشكله صغيره. خير، في ايه؟ اصل اخويا عنده مشكله. خير يا روان، هاتي من الاخر. اصله اترفد من الكليه وبابا مبهدله. ممكن تساعده يا جاسر؟ اكيد هيعملوا لك حساب. انا نص مصر عرفتني من ورا مشاكلكوا يا روان، شويه ابن عمي، شويه بنت خالي، وابن الجيران. مش انت هتبقى خطيبي؟ يبقى لازم تخدمني، ولا انت بقى رائد على الفاضي؟ انا لا عاشت ولا كانت اللي تعلي صوتها عليا، انت فاهمه؟ وبعدين ايه تخدمني دي؟ اقسم بالله العظيم لو اتكررت وصوتك عالي او لخبطت في الكلام هتشوفي مني وش عمرك ما شفتيه، فاهمه؟ حبيبي انا مش قصده، انا اعصابي تعبانه، بس ما تزعلش مني، لما اعصابك تهدى ابقى كلميني وانا كلها يومين ونازل ونبقى نشوف الموضوع ده. سلام. صحيت يارا على حركه على وشها: انت مامتك كانت بتتفرج على مصارعه وهي حامل فيكي؟ اسكت خالص لو سمحت. صباح الورد، صباح كل حاجه حلوه، بس سيبني انام. لا هنصحى، عايزين نبدأ اليوم من أوله. مش معنى النهاردة؟ اللهم صلي على النبي، انت ناسية؟ نهارك مش فايت، المفروض اليوم ده انت تفتكريه. لا مش مميز ولا بيمثلي أي حاجة، بالعكس
أنا ههرب منه زي ما هربت السنة اللي فاتت. السنة قبل اللي فاتت أنا غلطت ولازم أصلح غلطتي، والسنة اللي فاتت أنت اخترتي تبعدي عني بمزاجك، بس السنة دي هتبقى حاجة تانية وهنبدأ ذكرى جديدة سوا. بس أنا خايفة، خذي بالك إن الزوجة اللي تخاف وجوزها معاها تبقى وحشة في حقه وما يبقاش راجل. آدم أنا ممكن تبطلي رغي وتقومي؟ وقفت يارا. طيب يا يارا، احنا عايزين نخرج الهدوم اللي في الشنط دي عشان امبارح سبناهم، وعايزك تختاري فستان حلو قليل الادب. بس احنا عملنا فرح. انا عملت فرح بس ما عملتش دخله. اخرج بره يا ادم. ليه؟ ده انا هبقى حنين والله. بره اخرج، هتقعي تحت ايدي. خرجت يارا من الحمام وراحت المطبخ. جه ادم من وراها وحضنها. انت عارفه ان ريحتك دي ادمان؟ هنبدأ كل حاجة من الأول، وأسوأ يوم في حياتك هيبقى أحلى يوم. بوعدك من دلوقتي هبقى سندك وجنبك، ومفيش يوم هتخلى عنك. ثق فيا يا يارا، ووعدك مش هخذلك تاني. أنا بثق فيك وصدقني، زي ما في ذكرى وحشة هيبقى في معاك ذكريات كتير قوي حلوة، وطول ما أنت جنبي أنا مطمنة. صحي آسر حوالي 11 الظهر. هو نام بعد ما صلى الفجر، فطر وخد اللاب بتاعه وقعد قدام البحر. إيميله كان مليان رسايل من الشركة وأوراق ضروري لازم يشوفها. مسك التليفون ورن على سارة. في الوقت ده كانت بتلعب مع فاطمة وكرم. رن تليفونها وشافته آسر. السلام عليكم. وعليكم السلام مدام سارة، آسف على الإزعاج. لا خير أبدا، جالي ورق مهم ولازم نشوفه دلوقتي. لو فاضية بس نيجي شوية نشوفهم. أجي فين؟ أنا برا قدام البحر. أنا عارف إنك واخدة أجازة رسمي، لو عايزة ترفوزي ده من حقك. أنا جاية حالا يا أستاذ آسر. لبست سارة هدومها وراحت ناحية آسر، وكرم وفاطمة كانوا بيلعبوا. كلام، أنا عايز أنزل البحر. مش دلوقتي يا بطة. أنت ليه ما بتسمعش الكلام؟ أنا هنزل. أنا قلت استني شوية ما تنرفزنيش. لا هنزل دلوقتي. وجريت فاطمة ناحية البحر. مسكها كرم من دراعها. هضربك يا فاطمة. شافتهم سارة وجريت عليهم، وجريت ناحية سارة وحضنتها. كلام وحش، كلام يبقى زي بابا وحش وهيضلبنا زي بابا، أنا مش بحبه وهنبعد عنه زي بابا. عاتبت سارة كرم وقالت له إنه هو لازم يبقى السند والحماية لأخته. آسر كان بيفكر في كل كلمة قالتها فاطمة. بالليل كانت سيارة بتستعد ولبست فستان بلون عسلي بدون حمالات من الستان، كان جميل عليها. لقيت آدم بيخبط على الباب. أنا خارج برا كمان ربع ساعة، ما تتأخريش. ماشي. خرج آدم وطلعت سيارة من الأوضة، وبعدين جرس الباب دق. استغربت، آدم مع المفاتيح. الجرس رن مرة تاني. لبست سدلها وفتحت الباب. ما شافتش حد، لكن شافت صندوق صغير قدام الباب. شالته وبصت يمين وشمال ودخلت بيه. فتحت يارا الصندوق، لقيت ورقة مكتوب عليها: يارا الوردة الجميلة، دي هدية صغيرة علشان عيد جوازك، يا رب تعجبك. رغم اني متأكد انها مش هتعجبك، بس عايزك تعرفي اني بسعى علشان اوصلك وهوصل. اسيبك بقى للمفاجأة الجميلة، بحبك وبحب كل حاجة فيكي. دق قلب يارا من الخوف. فتحت يارا الظرف، شافت صور. اتصدمت يارا من الصور. كانت صور لآدم وسيرين في أوضاع غير لائقة، أوضاع هي ما عاشتهاش مع آدم. بدأت دموعها تنزل. هو آدم بيخونها؟ يعني هو بيكذب عليها؟ ودخلت أوضة المكتب وحطت الظرف وفيه الصور على المكتب. قالت في نفسها: واضح إن كل حاجة حلوة عمرها قصير. راحت لأوضتها، وبعد شوية سمعت صوت آدم بينادي عليها. ما ردتش عليه، وبعدين وقفت وخرجت وراحت لآدم من غير ما تقول ولا كلمة. وبعدين قالت: كنت فين؟ مفيش، كنت بشوف الناس اللي هناك دي بيعملوا ايه. انتي لابسة الاسدال ليه؟ ده حتى الجو حر. في ايه؟ انتي معيطة؟ مال وشك كده؟ ايه حصل؟ في هدية في اوضة المكتب، ادخل شوفها. دخل ادم اوضة المكتب وشاف الظرف والجواب. انا مش هدافع عن نفسي ولا هتكلم. انا مش عارف انتي شايفاني ازاي دلوقتي، بس انا بكرة هاخدك عند واحد صاحبي فوتوغرافر، وهو هيقولك الصور دي حقيقة ولا متفبركة. الرسالة دي جات لي مع الهدية. أراها آدم متعصب جدا. وربي اللي هيقرب لك هقتله، والله لا أقتله. أعصاب يارا اتدمرت،
وعنيها اتملي الدموع. ما تعيطيش، بكرة هتعرفي الحقيقة وانا هعرف اوصل للحيوان ده، وربي ما هرحمه. غير كده مش عايز تسأليني عن حاجة، الحقيقة هتبان بكرة ووقتها هتصدقي. بس انا مش عايز اروح لحد، انا عايزك تطي. مش هطلقك يا يارا، والله لو اخر يوم في عمري مش هطلقك، وبكرة هتصدقي ان ماليش دعوة بكل الهبل ده. سمعاني يا يارا، طلاق مش هطلق. انا ما كنتش هطلب الطلاق، انا كنت هقول لك ان عايزك تطمني انك جنبي ومعايا، وان ما حدش هيفرقنا. انا بعيط علشان خايفه ان الناس دي تنجح في انهم يبعدونا عن بعض. انا مصدقك من غير حاجه، لاني واثقه فيك وفي حبي ليك، وواثقه في حبك ليا، وعندي اللي يثبت انك ملكش دعوه. بس انا محتاجه اطمن بوجودك، محتاج تطمني يا ادم، محتاجك تطمني يا ادم انك مش هتبعد عني. انا عايزه اعيش مرتاحه ومبسوطه، ليه كل حاجه حلوه عمرها قصير. محتاجه لك جنبي يا ادم، محتاجه لك قوي. خدها ادم في حضنه. خلاص اهدي، انت كويسه؟ اني مصدقه فعلا اني ماليش دعوه بالكلام ده؟ ايوه مصدقه. طب ايه اللي مخليكي مطمنه وواثقه قوي كده؟ ادم انا عارفك من زمان، يمكن اتعاملت معاك كام شهر بس فيهم فهمتك كويس. انا عارفه متاكده انك بتحبني، وعمرك ما هتاذيني بالشكل ده ابدا. امرك عجيب يا يارا، اي ست مكانك كانت هتتهمني بالخيانه وعايزه اتطلق، وانت بعت العشره والكلام ده. سيبك من جو الافلام ده، ارض الواقع. انا واثقه ان جوزي اللي كل يوم بيصلي الفجر في المسجد ويصحى يصلي قيام ليل، وبيراعي اخته ومراته وبيحافظ عليهم، وراجل يعتمد عليه، عمره ما هيرمي نفسه بين احضان واحده تانيه. بس انا ما خدتش منك الا اي راجل محتاجه، ممكن ادور بره. عندك حق، بس ادم الشافعي عمره ما هيدور عليه في الحرام، لو فكر فيه هيتجوز وتبقى حلاله قدام ربنا وقدام الناس. وبعدين اللي بعت الهديه دي غبي قوي انه بعت الرساله دي، لانه واضح قوي انه قاصد يعمل كده في يوم جوازنا، عشان عارف اني هسيبك ومش هصدقك وهتقلب علينا نكد. بس انا مش غبيه يا ادم، انا فاهمه كويس اللي في الصور ده مش انت. وبعدين لو قلنا للاحظ الضعف، مش ان كينج اللي يضعف قدام واحده ست، ولا انت ايه رايك؟ غلطانه على فكره، انا ما بضعفش اصلا غير قدام واحده ست. انا بعشق كل تفاصيلك وما بضعفش غير قدامك، وبموت في ضعفي معاكي لانك دائي وانت دوائي. سحب الدبوس من طرحتها ونزل شعرها الحرير، دابت يارا بين ايديه وشعرت بقلبها بيدق جامد. انت قلتي ان اللي عمل كده قصد يقلبها علينا نكد، انا بقى بقولك ان الليله دي ليله هنا وسرور وحاجات تانيه جميله. اتكسفت يارا جدا، دخل الاوضه وقفل الباب وقال لي يارا الحمام اهو دقيقتين بالظبط وتكوني اتوضيتي، يلا عشان نصلي ركعتين وبسرعه قبل ما تهور وانت واقفه قدامي كده. راحت يارا الحمام وتوضت وعدلت من حجابها وخرجت من الحمام، وحط ايده على راسها وقال لها اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جلبت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جلبت عليه. وقاموا وصلوا مع بعض ودعوا ربنا أنه يحميهم ويحرس حبهم ويبعد عنهم كل شر وسوء. آدم كان بيدعي وهي كانت وراه.